للحديث عن الانتهاكات في السجون الحكومية في العراق ومعضلة التشابه بالأسماء التي راح ضحيتها الآلاف، معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أهلا بك سيد ضياء. بداية، خلال أقل من أسبوع وكما تعلم قتل معتقل آخر في البصرة بالسجون الحكومية، حيث كان من المفترض أن تتخذ إجراءات لإيقاف العنف ضد المعتقلين. السؤال هنا، ماذا يعني استمرار هذه الوفيات داخل السجون الحكومية؟ تفضل. السلام عليكم وتحياتي للجميع. حقيقة ما يحدث بالعراق ليست لأول مرة، ما حدث بالعراق من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة، نعم هنالك اعتداءات على المساجين وتعذيب المساجين، هذا يحدث في العراق، ولكن الحكومة العراقية كيف تبرر هذه الاعتداءات والتعذيب حتى الموت في سجونها ليست في سجون أخرى؟ يعني أقصد السجون الأحزاب السياسية المتحكمة في العراق، هذه الأحزاب ليس خاضعة للقانون وليس خاضعة للمحكمة، ولا حتى يحولوا تحويل السجناء إلى القضاء. لكن الحكومة العراقية أنا لا أعرف كيف تبرر هذا، هي تبرر هذا تشابه الأسماء، هل معقول تشابه الأسماء وفيها دلائل وتحقيقات أخرى ممكن براءة هذا الشخص، ولا هي العملية انتقامية لكون هذا الشخص أو تلك الشخص عنده مشكلة مع الحكومة وهو مناهض للعملية السياسية الموجودة، لهذا السبب هو يعذب ويقتل، وحتى أنه أبناء عائلته لا تسمح له بزيارته. يعني هل معقول أنه في السجون الحكومية العراقية اللي هي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، يعني هاي من السجون المعترف بها في 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 القانون، بالإضافة إلى سجون الأمن العامة أيضا موجودة هذه. يعني هل معقول يعني يدخل شخص وتشابه أسماء، فقط تشابه أسماء، يقتل تحت التعذيب ويسلم جثة للعراق، وبعدين لا توجد أدلة وإثباتات أنه هذا الشخص هو الذي ارتكب الجريمة؟ هذه جرائم كبرى، ولا يمكن المنظمات الإنسانية دانت هذه العملية، عملية التعذيب في العراق وعملية انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، أدانتها بكل صفاتها. ولكن تفضل. نعم، يعني مع وجود كل هذه التقنيات، لماذا تستمر أزمة الاعتقال في العراق بناء على تشابه الأسماء؟ يعني المنظمات الحقوقية تتحدث عن ضحايا بالآلاف، ما الذي يمنع من فكرة التثبت للتفرقة ما بين المطلوبين وما بين الأبرياء حال كان هناك تشابه أسماء؟ التشابه الأسماء هنالك عدة تحليلات، عدة فحوصات ممكن براءة هذا الشخص أو إثباته أنه هو الشخص المتهم. لكن الحكومة العراقية، المشرفين في السجون العراقية من الضباط والمؤسسات الموجودة في داخل المؤسسات، أقدر أقول القمعية في العراق وليست لحفاظة الأمن حسب ما هم يدعون، هذه المؤسسات يعني أنا ما أقدر أشبهها أنه هم مستمرين بهذه العملية الانتقامية من الشعب العراقي. نحن نعلم أغلبهم دول ليست بمهنيين، حتى الضباط صاروا ضباط دمج، يعني ليست هم ضباط شرطة داخلين يعني جامعات ومتخرجين من كلية الشرطة، هاي المؤهلات هي هم غير مؤهلين، جابوا من دول الدمج الذي لا عنده لا معلومات ولا هو ينتزع المعلومات من المتهم بالقوة وحتى الموت. هذه هي مشكلة الدمج الموجودة في العراق. احنا نعرف من قوات بدر والقوات الأخرى والأحزاب السياسية الموجودة زجوا بكثير من عناصرهم في الجيش والشرطة وكل مؤسسات الأمنية في العراق، هذول هم سبب المشكلة التي تحدث. أنا لا أتوقع من الشرطة الخريجين من جامعات وكلية الشرطة العراقية عندهم أقلها سيد ضياء في هذه العملية. نعم سيد ضياء، أمام هذه الأزمة، أزمة تشابه الأسماء التي يعني تسلط الضوء بشكل واضح على أزمة السجون المكتظة في العراق حاليا، كيف أسهم عجز القضاء في إحداث تغيير بالانتهاكات الموجودة؟
عن عجز القضاء الحديث الآن؟ حقيقة القضاء العراقي هو يعني ليست مخير وإنما مسير. الموجودين في السجون حسب الإحصائية العالمية اللي هي المنظمات اللي سوت إحصائية للسجون حدود 4,500 سجين موجودين في العراق، من ضمنهم 6,000 من الأحداث، 10,000 نساء. هذه الموجودة في السجون العراقية، السجون العراقية يعني نحن نعلم جيدا، وهم يتحدثون من السياسيين الموجودين في الحكومة، حتى بيع البشر موجود في هذه السجون، بالإضافة إلى الاغتصاب النساء والأطفال والرجال، ليس يوجد هنالك فرق. بالإضافة إلى هذه الأسماء المتشابهة موجودة في المناطق اللي يسموها المنطقة الغربية من العراق، هذه استفزاز للمواطنين الموجودين في هذه المنطقة، لسبب هم يتبعون إلى طائفة معينة. وحتى هذا الابتزاز الشخص أو ابتزاز عائلته، ابنكم كذا وأنا أقدر أخرجه، تدفعوا لي هذا المبلغ، هذا يحدث في مراكز الشرطة الموجودة في هذه المناطق، نحن نعلم هذا وتدون هذه الإفادات، هذه كلها سبب الحكومة وسبب دعنا نذهب إلى السؤال الأخير الآن سيد ضياء، يعني ماذا عن مفوضية حقوق الإنسان؟ هل ترى أنها تقوم بدورها مع الحديث عن تدخلات مرتقبة من قبل مجلس النواب بعملها؟ وما الذي يمنع من التدخل لإيقاف العنف مع اعتراف لجنة حقوق الإنسان النيابية بوجود عمليات تعذيب تحصل داخل السجون الحكومية؟ تفضل. نعم، المنظمات الموجودة الحقوقية اللي هي قاعد تتابع مشكلة التعذيب ومشكلة السجناء والانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية، وتدون ما يحدث بالعراق. هذا ما يحدث بالعراق قاعد يدون، والمنظمات العالمية والدولية ترى ماذا يحدث بالعراق. لهذا السبب يعني النقطة أضيف لك إياها، أنه القضاء العراقي بالوقت الحاضر في كل أوروبا غير معترف به، لأنه قضاء غير عادل وقضاء منحاز. هذا شيء مهم لازم واحد يعرفه، أنه إذا قد واحد يحكم بالعراق ويهرب من العراق ويدخل الدول الأوروبية، الدول الأوروبية ليس لها الحق أن تسلم هذا الشخص إلى الحكومة العراقية، لأنه القضاء العراقي غير عادل. وصلت الحالة بينا يعني عدم الاعتراف الدولي بالقضاء العراقي، مع الأسف يعني هذا يحدث والحكومة ترى هذا الشيء. شكرا جزيلا لك السيد ضياء الشمري، كنت معنا من فيينا، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان.